الطريق كان طويل، وعشان نحقق حلمنا بدري كان لازم مصر تمد الخطوة وتجري. وتبني بدل المدينة مدن، وبدل الجسر جسور، عشان نحقق لأهلنا في الصعيد واقع جديد. الصعيد قلب مصر النابض بالأمل، وفيه استمر العمل برؤية مستقبلية في كل المجالات التنموية، وعلى رأسها المحاور المرورية. من أيام محمد علي باشا مصر بنت 14 كوبري على النيل في قلب الصعيد، وفي 2014 القيادة السياسية أعلنت خطتها الطموحة لبناء 14 محور جديد على نهر النيل بتكلفة إجمالية بلغت إلى الآن 23 مليار و500 مليون جنيه. يعني النهاردة بنحاول نبني في 7 سنين اللي اتبنى في 150 سنة. احنا بنعمل اكبر حجم من محاور من غرب النيل لشرق النيل في تاريخ مصر. التخطيط اللي كان معمول قبل كده عشان اعدي من غرب النيل لشرق النيل امشي 100 كيلو، احنا رايحين ل 25 كيلو. يعني انت كل 25 كيلو هتجد فرصة انك تعبر من شرق النيل لغرب النيل. وبالمناسبة هو مش كوبري، ده احنا بنتكلم على محور طوله 24 كيلو 25 كيلو من اوله لاخره. وتم الانتهاء من انشاء 3 محاور مرورية ضخمة وافتتاحها في بني مزار وطمة وجرجة، ده غير انشاء 4 محاور على النيل في الوجه البحري في الخطبة وطلخة وبنها ومحور تحيا مصر. وهنا في قلب الصعيد كان القرار ببناء محور يعبر نهر النيل كل 25 كيلومتر. التحدي كان كبير، خلنا نسابق الزمن عشان نكمل شرايين التنمية ونحقق معنى العبور الجديد على طول امتداد الوادي وفي كل محافظات الصعيد. محاور النيل مش مجرد طرق وكباري، دي جسور أمل وحياة وشرايين تنموية بتخلق تجمعات عمرانية جديدة. في الصعيد وفي مدينة صمالو تم إنشاء محور بطول 24 كيلومتر وعرض 21 متر، وبيربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي وبيعبر نهر النيل. محور تنموي ضخم بيضم لوحده 30 كوبري و17 نفق اللي بيساهم في تنمية المهنة عروس الصعيد، وبيساهم في حل التقاطعات مع الطرق الفرعية وحل الأزمة المرورية. وبنكمل مسيرتنا التنموية وبنوصل محافظة إنا، وهنا اتخلق واقع جديد في قلب الصعيد بإنشاء محور أوس واللي بيعبر ضفتين النيل وبيمتد بطول 19 كيلومتر وعرض 21 متر عشان يربط الطرق الصحراوية والزراعية بطريق القاهرة أسوان الصحراوي، وبيضم 30 كوبري ونفق نفذناها لحل التقاطعات مع الطرق الفرعيه والترع والمصارف، وقدرنا نحقق من خلالها الحل النهائي لكل المشاكل المروريه من خلال اضخم محور من نوعه في تاريخ انا. وبانشاء محور قوس ساهمنا بتنميه الحركه السياحيه في الاقصر وانهينا مخاطر المعديات النيليه، وساهمنا في استصلاح المزيد من الاراضي الزراعيه. وبنكمل رحلتنا التنمويه وبنوصل لمهد الحضارة المصرية في محافظة أسوان. المشهد اتغير على ضفتين النيل بمحور كلبشة واللي بيمتد بطول 23 كيلومتر وعرض 21 متر وبيشمل 14 كوبري ونفق، وبيربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق القاهرة أسوان الزراعي، وبيعبر نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي القاهرة أسوان. وفي محافظة أسيوط تم إنشاء المرحلة الأولى من محور ديوط أعلى النيل بطول 15 كيلومتر واللي بيضم 13 عمل صناعي من كباري وأنفاق للسيارات وبرابخ ومخرات السيول. وفي محافظة البحر الأحمر
تم ازدواج طريق سفاجة مرسى علم لرفع معدلات السلامة المرورية، واللي بيمتد بطول 200 كيلومتر. وفي رحلة العودة من الصعيد للقاهرة وفي محافظة بني سويف بيقابلنا محور عدلي منصور، واللي بيمتد بطول 7 كيلومتر وعرض 29 متر وثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، وبيربط طريق الصعيد الحر شرقا بطريق أسوان القاهرة وطريق بني سويف الفيوم غربا، وبيعبر نهر النيل وبيضم 7 كباري ونفق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف. وبيزود من قيمته انه بيربط المناطق الصناعية شرق النيل والمناطق الزراعية غرب النيل بكل التجمعات السكنية والمحاور الرئيسية. والنهاردة بيتم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كيلومتر بست حارات مرورية لكل اتجاه، منها ثلاث حارات لسيارات الركوب وثلاث حارات للشاحنات بالرصف الخرساني في الاتجاه القادم من الصعيد للقاهرة عشان يتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من محاجر الصعيد. وعشان الدولة المصرية بتحرص على حياة المواطنين، كانت توجيهات القيادة السياسية بتطوير جميع التقاطعات الخطرة مع السكة الحديدة لتأمين سلامة المرور بالوجهين البحري والإبلي. فتم الانتهاء من إنشاء كوبري جرجا وكوبري البليان العلوي بمحافظة سوهاج وكوبري المدرية بمحافظة بني سويف، وده ضمن 16 كوبري في الوجه الإبلي كمرحلة أولى. وكمان تم إنشاء كوبري أعلى مفيد توشكا للربط بين القادم من أسوان إلى أبو سمبل بطول 450 متر وثلاث حارات مرورية لكل اتجاه. ويفضل الصعيد غني بثروته البشرية بالناس اللي بتشتغل وتتعب واللي عشانهم بنينا 10 مجمعات صناعية، والنهاردة بنفتتح 5 مجمعات صناعية جديدة في محافظات إنا وبني سويف والمنيا والبحر الأحمر والأقصر، وحدات صناعية مجهزة بكل المرافق وبمساحات مختلفة وكمان قريبة من المناطق السكانية لمساعدة الشباب وصغار المستثمرين، وبتقدم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي للمشروعات الكبيرة والصغيرة في كل المجالات للارتقاء بالصناعة المصرية. عدينا الصعب وبنينا بدل الجسر جسور، ومهما كان الحمل تقيل قادرين نخط المستحيل من رمل الصحراء لضفتين النيل. وفي الصعيد الخريزين مع كل حلم بيبتدي بواقع جديد.